وإن إلي راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. الله يرحم الفقيد في هذا النهار، لأنه كان رمز من رموز الكرة المغربية. الشخص اللي عاشرناه وعشنا معه واحد 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 ظرفيه جد مهمه داخل الوداد، فكان كأب كصديق كأخ، يعني كان كيعاون الجميع، كان كيساعد الجميع. فبالنسبه لنا احنا فقدناه، وفقدنا فقدنا فقدنا عده اشياء معاه، يعني من مشى المرحوم، من توفى المرحوم، يعني توفوا معاه بزاف الحوايج توفوا فيه كمسير لنادي الوداد، اللي ربما ما شناش في المسيرين اللي من بعده منين جاو. لان كانت اولا كانت عنده شخصيه، كانت عنده كاريزما، كان حبه للوداد حب خالص 100%، لانه ما كانش كيتمنى من الرئاسه ديال الوداد انه ياخذ شي حاجه اخرى، ولكن كان كيدافع على القضيه ديال الوداد، يعني في كل في كل في كل المحافل. فكنظن باننا فقدنا شخص اللي ربما غنبقاو نتذكروا لسنوات، واللي ما غيزولش من الذاكره ديالنا احنا كوداديين وكمتتبعين، خصوصا اللي عشنا معاه في هذيك الفتره، لان عشنا مع اب كيف قلت لك، لان كنا كنحسوا براسنا احنا ماشي كاسره واحده، فكان كيأنبك كاب، وكان كيغوت عليك كاخ، وكان كيقدر يدير اي حاجه كصديق بالنسبه لك. فحقيقه فقدنا شخص اللي نتمنى لي انا ويكون القبر ديالو رود من رياض الجنه ان شاء الله، ويكون من المبشرين بالجنه ان شاء الله. شكرا. المناسبه الحزينه فقدنا فيها اخر ديال ليساج ديال الوداد. السي بوكر جداهيل كان بالنسبه لنا كان حلم علامه، تعلمنا معاه من الثمانينات من الولينا تنسيرو في فريق الوداد. رجل تواصل، رجل كومينيكاسيون، اللي ما عمرو قطع علينا وقت ما كنا تنحتاجو، فين ما كنا تنمشيو كان تنصيبو السي بوكر في جنابنا، تيحل لنا كاع المشاكل ديالنا. هادي غادي تكون واحد بيرت كبيره للناس ديالنا ديال الوداديين، هاد الفرح ذهاب الفقيد. شكرا. هذه يمكن لي نقول اولا تنشكركم، والوالد ماشي الاب ديالنا بوحدنا، هو الاب ديال الجميع. ما كاينش اللي ما تيبغيش، الحمد لله من الصغير حتى الكبير كلشي تيبغيه، وكلشي تيساعد معاه. الوالد كان تيساعد مع الجميع وكان تيبغي كلشي. اش غنقول لك، هذه خساره كبيره بزاف، والحمد لله خدم الوطن ديالو، خدم البلاد، وما خلى ما دار، خلى اثر ديالو غادي يبقى دائما. ما عنديش ما نقول، هذه خساره كبيره بزاف. هي خساره بالنسبه للجميع، يعني بالنسبه للجميع. الحمد لله رجل امن من ناحيه رجل امن ورجل كره، رجل رياضه، زعما الشاعر، القلب الكبير، الجلسه حداه قصيره، ما يمكنلكش تجلس حداه وما تعلمش شي حاجه، ولا بدا يزيدك شي حاجه ولا يعلمك شي حاجه شكون ما كان. وكان الطيبوبه ديالو والكرم ديالو حتى في العطاء، حتى في الكلام، كيف ما جلستي معاه تتعلم شي حاجه. سي بوبكر اش غنقول لك، كنعجز باش نعبر، لانه لله ما اعطى ولله ما اخذ، ولكن فرق صعيب، وصعيب لنا كوداديين كمغاربه. علاش؟ لانه كان سيد ما عمرك تدق عليه وترجع خاوي، كما جا عنده الانسان. العائله ديالو حنا ما كناش كنعتبروه انه ديالنا، كنا شاركينه مع المحبين وشاركينه مع الاصدقاء، ومع لانه كان واحد اب الجميع، وكيخجل الا جا شي حد عنده وما صاب كيف ينفعه، ما صاب كيف يجاوب ليه الطلب ديالو. يعني واحد الانسان اللي قلبه كبير، الحمد لله الحمد لله. الله يوسع عليه والله يرحمه، وحنا الله يجعلنا نقتبسوا من المثال ديالو، ولا إله الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.